كرة القدم المغربية فهي في تطور ملحوظ وفي تطور يعني بين على الصعيد الإفريقي، فكنظن على أنه الناس داروا مجهودات كبيرة باش أنه كل فريق يأخذ الحق دياله، وكنظن شفنا أشياء اللي غادية في هذا الاتجاه بأن كل فريق ولا كياخذ الحق دياله، وهذا ما يمكن له إلا أنه يعطي واحد لكل مشاهدي النصيب كما تنقولوا. هذا أنا بالنسبة لي شيء جيد وجيد كثير.